وكلما زادت القوة زاد دوران الكرة والتفافها. عندما يتعلق الأمر بالقوة المفرطة يبرز كل من اللاعبين السابقين في المنتخب البرازيلي برانكو وروبرتو كارلوس. التفتت الكرة من الجهة الخارجية لحائط الصد ولا أعرف كيف فعلت ذلك. أفضل أهدافي سجلتها بجهة القدم الخارجية. أخصائي آخر بالركلات الحرة ارتدى القميص الأصفر مع الفائزين ببطولة العالم عام 70 هو روفيلينو. آخرون